سؤال دقيق وبدي جاوبه بدقة. شو يعني ما يعني ما شو يعني رئيس سيادي؟ لم نطمح له طبعا بواقعية سياسية كبرى. يعني أول شيء رئيس مؤمن أنه ما بيقوم بلد إلا بي أنه في سلطة تنفيذية منبثقة عن سلطة تشريعية هي بتاخد قرار السلم والحرب، مش بالحكي، بالتنفيذ. ومؤمن أنه فكرة، برجع بقولها دايما، ريزون ديتا، فكرة قيام الدولة، جيش واحد ما بتمشي، ولا اقتصاد بينمي، لا مجتمع بيكون متطور، ولا شيء بيزبط اذا في جيشين، احد من هالجيشين غير مرتبط بالسلطه السياسيه اللبنانيه. فبالتالي مطلوب من هذا الرئيس مش يعمل مشكل مع حزب الله، مطلوب يواجه حزب الله بالسياسه مباشره، انه يا جماعه، ومش مثل ما كان عم يصير ايام الرئيس ميشيل سليمان بيعملوا طاوله حوار. وهون بين بارونتيز موضوع الحوار سي جورج، اخطر كلمة عم تستعمل حاليا بالحياة السياسية اللبنانية، لأنه وراها شيء كتير خطير، وهو أنه الحوار هدفه التوافق والخروج من آليات الانتخاب والتزاكي على اللبنانيين. تعالوا نتفق مثل ما كانوا يعملوا قبل، ونتفق على اسم وبيجي الاسم جاهز. نحن عم نقول لهم، وهلا برجع موضوع رئيس السيادة، روحوا على الدغري على البرلمان على الدورة الثانية، ما تطيروا النصاب، ما بقى تحطوا ورق بيض، وخلينا ننتخب رئيس جمهورية. هون بيصير الأشياء. مشان هيك دعوات الحوار تبع رئيس بري مرفوضة، مشان هيك قد تكون كمان دعوات الحوار تبع بكركي كمان تكون مرفوضة، لأنه هذا مشكل لبناني، مش قصة مسيحية. هوني كمان هوني كنت بدي أسألك السؤال، بس طالما أنت فتحت نقاش، نعم. إذا تم توجيه الدعوة ل 64 نائب مسيحي من بكركي للحوار، أنت ترفض الدعوة ولا بتلبيها؟ لا، أنا لن أحضر هذه الدعوة. لن تحضر. إذا 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 هذا كان شكله، بس هذا ما بيمنع إنه أحكي البطرك مباشرة وأقول له رأيي بالأشياء. بس أنا مؤمن إنه المشكل اليوم بالبلد هو مشكل لبناني، نعم. مش مشكل مسيحي. لنقعد نحن على طاولة حوار. هذه طاولات الحوار، لأنه كمان سوري غدا، فكرة وراها التوافق. الحوار مش للحوار. تحاور كل وقت بالمجلس، بيعرفوا الزملاء كله بيحكي مع كله. صحيح. الحوار لل لا 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 هيك ترتيب طربوش الوقت. لشراء او شراء الوقت وتوفير عسكري، هذا اللي هذا اللي مرفوض. ست غاده، انتم بكتله الجمهوريه القويه، انتم بدكم تقرروا. مع بكركي التواصل موجود كل الوقت من قبل دكتور سمير جعجع ولا من قبل النواب، وبقسم علني بقسم منه معلن. لكن فعليا نحن بكركي انطلاقا من الثوابت ويعني المبادئ اللي هي بكركي وكل الأمور الوطنية اللي بتحافظ عليها من سنين لليوم، نحن ما عنا أي تحفظ على الحوار، لكن فعليا في عنا مخاوف، وهالمخاوف هي اللي عطول كان عم بيوضحها دكتور سمير جعجع بحديثه، واللي انه يكون هيدا الحوار ببكركي ما يكون يوصل لنتيجة. ومن هون كان طرحنا انه اذا بدنا نروح على حوار مسيحي مسيحي، مع انه انا بوافق ونحن منوافق الزميل ميشيل، واللي هو هيدا اليوم المشكل منه مسيحي، المشكل هو وطني. اليوم اي رئيس نريد سيادة انقاذي وطني وليس مسيحي، والمشكل منه عند المسيحي. لكن فعليا نحن وقت طلبنا انه يكون في آلية لنروح على اجتماع عند البطرك، واللي هي هالآلية كتير هينة. اليوم خلينا نحط ترشيحات، هالترشيحات اللي بيحطها كافة الافرقاء اللي بدهم يكونوا مجتمعين عند ببكركي، هالترشيحات تقدر توصل لمطرح انه الاكترية بتقرر مين الترشيحات اللي بتكون يعني عم توصل لرئيس انقاذي. يطلعوا لحظة بس حتى نوضح، انه انتو عم بتطالبوا انه تطلعوا على بكركي تحطوا ترشيحات، وبهالاجتماع ببكركي يتم اختيار الاسم يلي بيحوز على اكبر عدد. اللي نحن عم نقوله انه اليوم هلا عم تقولي لي هيدي قصه وطنيه مش قصه مسيحيه. نحن اليوم شو عم بيعمل؟ عم يعملوا البطرك سيدنا، هو عم بيقدر يجرب يوحد كل الموقف المسيحي تيرجع ينطلق منه على النطاق الوطني، فما عم يختزل النطاق الوطني بس بهالمطرح، بس من هيدا الدور عم بيروح على كلمه حوار. نحن عم نقول له حتى يقدر يعمل نتيجه هيدا الحوار، خلينا نعمل اليه، هالاليه بنطرح اسماء وترشيحات وبتنطرح، والأكترية اللي بتروح على ترشيح معين بدها تمشي فيه الأقلية ومننقله لغير مطرح. أما إنه نروح على حوار تنطلع فيه ونقول إنه بكركي فشلت بإيصال مرشح أو بالوصول أو الاتفاق على مرشح، هيدا أخطر، هيدا أخطر مما إنه نحن ما نروح على الحوار. لأنه نحن كلمة الحوار على صعيد إذا كان على نطاق وطني ولا على نطاق مسيحي، مثل ما قال، هو تضييع للبوصلة الأساسية واللي هي عملية انتخاب رئيس جمهورية وليس تعيين رئيس جمهورية. عم ياخذونا على مطرح تاني. ست غادة، يعني أنا في عندي ملفات إلى علاقة ب بس أنا هون كمان بدي أوضح إنه اليوم عم
بحكي بس نحن تكتل الجمهورية القوية بكرة عنا وبعد ما توجهت الدعوة الرسمية ليبنى على شيء مختلف وعم بيقال انه ممكن هذه الدعوة ما